أهلا بحضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع من مدينة السلام من شرم الشيخ، المدينة التي تستعد لاستقبال الحدث العالمي الكبير على أرض مصر، مؤتمر المناخ. دايما شرم الشيخ بتبهرنا، بتبهر العالم، بتبهر زوارها طول الوقت. شرم الشيخ بتتزين للأحداث العالمية الكبرى، وهي على موعد مع واحد من أهم الأحداث العالمية، مش اللي بتخص مصر، بتخص كل دول العالم، وهو مؤتمر المناخ. وطبعا اللي هينزل شرم الشيخ دلوقتي هيشوف خلايا عمل في كل مكان في شرم الشيخ. بيقود هذه الخلايا اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واحد من يعني قيادات اللي طول الوقت بيشتغلوا بإيديهم. هنوريكم في جولات نزلنا معاه إزاي هو بيتعامل بنفسه في أدق التفاصيل في كل الأمور في كل شوارع شرم الشيخ. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بك، وأنا سعيد باليوم السابع. عايزين نطمن الناس على شرم الشيخ وعلى الاستعداد لمؤتمر المناخ يا فندم. في الحقيقة طبعا مسؤولية كبيرة جدا موجودة أو ألقيت على يعني علينا، إن شاء الله هنثبت للعالم كله إن إحنا قد هذه المسؤولية. عشان كده إحنا عايز أقول لك يعني شهر فبراير ابتدينا نعرف إن في مؤتمر مناخ هنعقد في شرم الشيخ. ابتدينا نجهز نفسنا، نعد نفسنا كويس، نعرف خلفيات هذا الموضوع. ابتدت تتشكل لجنة اسمها لجنة المناخ، اللجنة العليا للمناخ. المحافظ عضو فيها حوالي 14 وزير أو أكتر، والمحافظ ابتدينا نجتمع مجلس الوزراء، عملنا اجتماع مع مجلس الوزراء، عرفنا إيه المطلوب وإيه اللي إحنا مفروض نعمله ونجهزه للمؤتمر. شهر 3 و4 كان رمضان تقريبا، ابتدينا برضو نخطط. شهر 5 ابتدينا نشتغل بعد العيد، العيد خلص يوم 5/5، 15/5 العمال رجعوا، السيد رئيس الجمهورية مدي أوامر للهيئة الهندسية أنها تعمل وتشتغل وتنفذ توسعة شوارع وممشى عالمي في مدينة السلام، في شارع السلام بولفار. ابتدينا بقى نتقابل مع رئيس الهيئة ونتقابل مع ضباط الهيئة، وابتدينا نعرف إيه اللي مطلوب مننا. كان لنا دور كبير قوي ان احنا نخلق مساحات خضراء كبيره، نقوم بالمعاونه والمساعده وتسديل الصعاب وتسهيل عمل الهيئه وتسهيل عمل كل الشركات اللي بتشتغل في شرم الشيخ. فعشان كده احنا متداخلين مع كل ما يحدث، وزي ما حضرتك قلت اشراف عام على كل ما يتم في شرم الشيخ. يعني لو قلنا مثلا طاقه شمسيه، احنا دلوقتي انتهينا من 40 ميجا واط طاقة شمسية، 20 عاملاهم شركة طاقة، والعشرين الاخرانيين انترو وجيلة وانفنتي. يعني عايز اقول هيشغلوا المؤتمر، هيشغلوا طبعا هيشغلوا الفنادق، وهيمدوا الفنادق بالطاقة الشمسية وقاعة المؤتمرات وخلافه. طبعا كان مطلوب مننا تخصيص الارض، تجهيز الارض، اعداد الارض، استقبال الشركات. ده نوع من انواع الشغل اللي احنا كنا بنعمله. هم مش احنا اللي عملنا المحطه، بس احنا كان لنا دور كبير قوي ان احنا اخترنا الارض، عرضنا، بعتنا، اتخاطبنا مع السيد وزير الكهرباء، الشركات جت قعدت معانا، قصصنا الارض، صدقنا عليها، عاوننا في نقل المعدات من النفق. تعرف طبعا النفق دلوقتي نظرا للظروف الامنيه مش اي حاجه بتخش بسهوله. احنا كان لنا دور كبير جدا في كل المعدات وكل مش الطاقه الشمسيه بس، كل من له عمل هنا في شرم الشيخ كان بيلجا للمحافظه عشان تتصل بهيئه العمليات، تتصل بقيادات النفق، تتصل بعد ساعات كنا حرس الحدود عشان خاطر المعدات تخش، عشان الحاجات دي كلها تكتمل. وانتوا بتخططوا لحاجه كانت مهمه صعبه وليست مهمه سهله. يعني انا بتكلم على اللوجستيات ومسافات كبيره قوي ودوريات على الطرق وكمائن على الطرق وخاصه النفق عشان تدخل الحاجات دي شرم الشيخ. دي قصه، ده موضوع كبير قوي، يعني انا بلقي الضوء عليه ده، بس ده جزء من المهام اللي احنا كلفنا بيها. وانتوا بتخططوا يا فندم، العناوين اللي مستهدف انه شرم الشيخ تظهر بيها للعالم في هذا الحدث يكون طبعاً شكلها ايه؟ هو طبعا دي كانت توجيهات من سياده الرئيس،
ان شرم الشيخ تكون مدينه حديث العالم، مدينه خضراء نظيفه زكيه مؤمنه. يعني شوف، خضراء ليها معنى، نظيفه ليها معنى، زكيه ليها معنى، مؤمنه ليها معنى، صديقه للبيئه ليها معنى. كل المعاني دي احنا حاولنا ان احنا نحققها في الخمس اشهر. خمس اشهر مش كتير، خمس اشهر مع وجود وصول معدات من الخارج، مع زياده اسعار الدولار وارتفاع اسعار، وشركات كانت بتشتكي وكان في مشاكل ان هي توفر لها العمله الصعبه. انا في مره من المرات دخلت كلمت سيد رئيس البنك المركزي وكلمت سيد رئيس الوزراء عشان يعني نسهل للشركات دي، خاصه اللي هي بتستورد المعدات بتاعه الطاقه الشمسيه والكاميرات. انا في مليار جنيه فقط مخصصين لحوالي 250 كاميرا بانورامية. الكاميرات دي بتيجي من الخارج، عشان تجيبها من الخارج عشان توفر لها عملة. الكلام ده كله أنا كنت بشارك فيه. طبعا الشركة العالمية للوصولات كانت بتشتغل وكانت بتحاول تعمل اتصالاتها، أنا كنت بساعد. يعني أنا كان دوري في الفترة دي دور مساعدة. ليه؟ لأن عارف تماما أن هذا الحدث هو حدث عالمي. والقطاع الخاص موجود ومشارك؟ موجود، وشركات موجودة، ومش الهيئة الهندسية بس. الهيئة الهندسية اقدر اقول لك 75% من حجم الاعمال اللي بتعمل في شرم الشيخ، انما في اعمال اخرى ما خدتها شركات ذات تبع وزاره الكهرباء، شركات خاصه زي انفيرتي وجيلا وانترو وطاقه. دي كلها شركات ليها خاصه وبتتعامل مع وزاره الكهرباء، وطبعا واخده تصديق من وزاره الكهرباء انها تشتغل. كل ده طبعا احنا بنتحقق منه وبنشتغل فيه. يعني طبعا احنا مع وزاره النقل كان لنا اجتماعات وكان لنا لقاءات مع سيد وزير النقل ووزاره النقل، على اساس ان احنا طلبوا قطعه ارض يعملوا عليها محطه شحن 100,000 متر مربع البترول، محطه للغاز 20,000 متر مربع للغاز. كل الكلام ده احنا اللي كنا بنجهزه، واحنا اللي كنا بنخصصه، واحنا اللي كنا بنتابع مع هذه الوزارات البترول والنقل. طب النقل نزل بقى وابتدى يعمل محطة شحن، عمل محطة شحن ولا اروع، 140 ستاند. الاتوبيسات اللي موجودة هنا اللي بتشحن بالكهرباء اللي بتشتغل بالكهرباء عددهم 140. يعني عايز اقول لك 140 اتوبيس الكهرباء ممكن يشحنوا في وقت واحد طبعا كلهم. ما هو في 140 مكان ستاند للشحن. طبعا دي كلها اللي عملها وزاره النقل، انما احنا طبعا بنمر بنزلل صعاب، بنغير مسار كابلات، بنغير مسار مواسير ميه. طبعا بنيه تحتيه، احنا عنصر مساعد في كل الاعمال اللي تمت في شرم الشيخ. طيب المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء، ايه المنطقة الخضراء دي؟ المنطقة الخضراء دي بتاعة المجتمع المدني، بيتم عليها شغل جانبي، بيتم فيها يعني عروض، بيتم فيها فود كورت، فيها اماكن مشغولات، حاجات بتتباع، حاجات والمبادرات اللي خاصة. طب الزرقاء دي خاصة بالأمم المتحدة، الدول كل دولة واخدة مخصص لها جزء دوت هتعرض فيه بعض الأنشطة بتاعتها، هتعمل فيه ورش عمل، هتستقبل فيه ضيوفها، خاص بيها، خاص زي مثلا لما بنسافر بره والأجنحة المعارض اللي في الخارج، جناح مصر، جناح الكويت، جناح الإمارات، الأجنحة دي في الخارج. هنا برضو المنطقة الزرقاء دي خاصة بالأمم المتحدة، مأجراها للدول. كل دولة ممكن بتعمل حاجة خاصة بيها في هذا. حوالي كام قد ايه؟ كان في الاول 30,000 متر مربع تخصصوا، اداره المقاطع المؤتمرات خصصتهم بيشتغل فيهم، ثم طلب منا اضافه 41,000 متر مربع اضافي. طبعا اللجوء الينا احنا طبعا على طول خصصنا، نزلنا وضبنا المنطقه، دكناها مع بنية التعاون مع الهيئة الهندسية، ابتدت المعدات تيجي، ابتدت الخيم تتنصب وتترفع. بقى عندنا دلوقتي 71,000 متر مربع حاجة اسمها المنطقة الزرقاء. يعني الدول 71,000 اللي كان مطلوب 31، انما طبعا وده لأول مرة. يمكن معالي رئيس الوزراء صرح في أحد اللقاءات إن الأعداد
اللي دلوقتي او المساحات اللي احنا اتخصصت ضعف ما تم في المؤتمر السابق بتاع اللي هو الكوب 26، ضعف الضعف. ودي حقيقه، دي حقيقه، وده انا شاهد عيان ان طلب مني مساحه تاني اضافيه 41 الف متر مربع وانا وفرتهم، ودخلت الهيئه الهندسيه دكه الارض وظبطت المكان. طلب مني مساحات للسيارات، مطلوب 100 الف متر مربع مكان عشان موقف للعربات، وفرناه. دخلت الهيئه الهندسيه، سهمجت الارض وضبطت الارض رصفت. طلب منا ورا المنطقه الزرقاء 15 الف متر مربع موقف برضو للعربيات. احنا برضو اشتغلنا وجهزنا وخصصنا الارض، دخلت الهيئه الهندسيه عملت نفس الكلام وجهزت. بعد ما خلصنا ده كله طلب اضافه في ال 100 الف، اضافت ليهم كمان منطقه زياده عشان ما اتحسبت العمليه، طلع ان هيبقى فيه مطلوب كمان مساحه جديده وخصصناها وظبطناها وكذا. جت بعد كده طلب مننا تجهيز منطقه هيتعمل فيها خيمتين كبار، الخيمه الواحده 40 متر في 40 متر. شفناهم شفتهم اللي موجودين على الطريق دول. هم دول احنا اشتغلنا وخصصناهم وبالتعاون مع الهيئه الهندسيه ابتدت يشتغل فيهم، ودلوقتي تقريبا خلصوا. يعني عايز اقول لك احنا مشتركين في كل ما تم اعداده وتجهيزه في هذا المؤتمر. بنتكلم في خمس شهور. في خمس شهور. المنطقه الخضراء نفس الكلام. انا استاذن حضرتك يعني اشرح للناس انه يعني سياده المحافظ احنا واخدين من وقت جولاته، هو احنا من وقت ما جينا سياده المحافظ في الشارع في كل الاماكن بيلف على رجليه. انا لابس كده يعني. ما انا بشرح للناس لانه ما عنديش وقت البس بدله وغير طبعا. احنا اللي قعدناه في المكتب لانه هو ما كانش متواجد في المكتب على الاطلاق، هو طول الوقت في الشارع مع العمال ومع المهندسين ومع الفنيين في كل الاماكن. احنا اللي استاذناه وخدنا من وقته عشان يبقى معانا في المكتب. لا والله انا سعيد وسعيد عشان بس اوضح للمواطن حجم العمل. اللي انا بقول لك عليه ده ما فيش ما يجيش 10% من اللي احنا بنعمله. ليه بقى؟ انا بزرع 40 الف متر مربع بزرعهم. انا زارع 3000 نخله حتى الان. انا جايب كميات مهوله من عشان خاطر اخضر المدينه. عاملين 15 ميدان في المدينه جديد في الحقيقه. ال 15 ميدان دول سعيد امال ايه ساعدني فيه رجال الاعمال. 15 ميدان، 15 ميدان ده عباره عن مساحه كبيره من الارض فيها زراعات خضراء، فيها ورود، فيها لاندسكيب رائع، فيها حاجة تدخل البهجة في نفوس المتحركين في المدينة. 15 ميدان ومن أول نبع حتى مخرج مدينة شرم الشيخ دي كلها يعني انتهت خلاص. يعني آخر حاجة يمكن يوم السبت، واخد وعد إن يوم السبت آخر ميدان هنستلمه، الباقي كله خلص. حاجات جميله، حاجات فيها نافورات رائعه، فيها ورد، فيها زهور، حاجات متنوعه. مش هتلاقي ميدان زي التاني، وكل ميدان عليه اسم رجل اعمال، مش اسم رجل اعمال، الفندق كذا، شركه كذا، حاطط حاجته ومسموح له على اساس ان هو يعني عامل الحاجه دي تبرعا للمدينه. كل ده احنا بنشرف عليه، كل ده احنا خصصناه، كل احنا ده بنتابعه، بنمر عليه يوميا. ما انت بتقول في الشارع. انا ليه اربع جولات يوميا. عايز تعرف توتاتهم؟ اول جوله الساعه 9 صباحا. تاني جوله الساعه 5 الظهر. تالت جوله 9:30 بالليل. ادي ثلاثه اساسيين. الرابعه لو انا واجد ان انا خلصت شغلي الصباحي هنا وفي المكتب وكده، بنزل الساعه 1 لغايه الساعه 2:30. يبقى دي كده اربع جولات. دي مش يوميا، انما اليومين الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم، ثلاث جولات يوميا. والثلاث جولات دول في اماكن مختلفه. ان دل على شيء يدل على ان مساحه العمل والشغل اللي بيتم في المدينه كبير جدا، كبير جدا. يعني ما بروح اخد جوله في اتجاه ده خلاص ساعه ونص خلصوا. بعدين بعد كده الظهر باخد جوله في اتجاه ثاني، عايز ساعه ونص ثاني. بعدين بالليل بقى بنزل اروح السوق القديم، اروح هنا، اروح السوق خليج نعمه، ادي جوله ثالثه. وقت كبير، شغل كتير. كل اللي انا بقول لك عليه ده في له حاجات انا بمر عليها وحاجات انا مكلف الناس بيها يعملوها.
لاحظنا كمان يا فندم فكرة الهوية البصرية المتحدة لمدينة شرم الشيخ دي توجهات من رئيس الجمهورية على اختلاف كل المشروعات واللي بتتم، لكن طول طبعًا. الوقت تحس انه في ملمح بصري طبعًا. ثابت يخص شرم الشيخ. طبعا انت عارف طبعا دي كانت توجهات سيادة الرئيس، وكان اول من قام بهذه التجربة كان الأقصر، تعمل في الأقصر هوية. ثم احنا رحنا الجامعة الألمانية، قابلنا رئيس الدكتور أشرف منصور، كان سعيد جدا بينا، وابتدى هو لان هو اللي عمل الأقصر فابتدى يعمل لنا الهوية البصرية. والهوية البصرية مش شرم الشيخ بس، ده في 5 مدن. احنا طبعا عشان ما عندناش وقت فاحنا بنخلص شرم الشيخ، هنخش بعد كده على دهب، نخش بعد كده على كاترين، نخش بعد كده على الطور، على نويبع، 5 مدن. انا شغال دلوقتي بالهوية بتاعة شرم الشيخ، وتقريبا خلاص احنا خلصناها. يعني ايه يعني المطار فيه حاجة تدل على هوية المدينة موجود. نفس الكلام هتلاقيه في الشوارع، هتلاقيه في محطات الاتوبيسات، هتلاقيه على الاتوبيسات الجديده اللي انت اللي دخلت علينا دلوقتي حاليا. وصلني حوالي 160 اتوبيس، هم هيوصلوا ل 260 اتوبيس، نصهم غاز ونصهم كهرباء. التاكسيات 800 تاكسي عليهم الهويه البصريه، المراكب في البحر عليها الهويه البصريه، كل ده كله، الشاشات في الشوارع، محطات الاتوبيس، كل ده في المطار، السيرات اللي بتمشي عليها الحقائب سير عليها هوية بصرية. ليه؟ اللي قدامك والسائح اللي جاي بتديله حاجة بتثبت في ذهنه، بتبقى عليك في ذهنه، بيعرف ان هو لو شاف اي حاجة في الخارج فيها المنظر ده يقول لك دي شرم الشيخ. دي فلسفة الهوية البصرية باختصار. عايز أقف عند جزء التاكسي، حضرتك ذكرت التاكسي، وشرم الشيخ عندها تجربة الحقيقة مبدعة في موضوع التاكسي، اللي هو مش يعني احنا مصريين وعارفين انه موضوع التاكسي في المحافظات يعني مش بيبقى افضل شيء، لكن في شرم الشيخ الحقيقه تجربه التاكسي حاجه غايه في الجمال. طيب ازاي قدرتوا تحققوا ده يا فندم؟ التاكسي 800 تاكسي اللي عندنا كلهم بيعملوا بالغاز، خلاص تم تحويلهم كله غاز، خلاص ده اول حاجه. كلهم ركب تعلق عليهم الهويه البصريه، ادي تاني حاجه. ثالث حاجه، جميع سائقي التاكسي هيصرف لهم زي هيلبسوه في المؤتمر، يونيفورم واحد كل سواقين التاكسي، تيشيرت سويت شيرت مع بنطلون مع كوتشي مع كاب مع فيست عليه الهويه البصريه. الالف سواق تاكسي، يبقى دي ثالث حاجه. قلنا الغاز، وبعدين قلنا على الهواء البصرية، وبعدين قلنا الزي. رابع حاجة، جميع التاكسيات هتركب فيها كاميرا تراقب سلوك السائق. لا معلش، لا دي قصة تانية، وانت لازم تشوفها بقى في الشارع، هتنزل في الشارع بيبقى حد يشرحها لك. يعني ايه؟ يعني التاكسي السواق بتجبره على الاحترام، ان هو يعني لا يشرب سيجارة في التاكسي، ولا يتخانق مع الزبون، ولا يتحرش بسائحة، ولا كلام خالص كده. وهو هم عارفين كده وشافوا كده وتعلموا وعرفوا ان احنا يعني. كنت عامل حديث امبارح، الحديث بتاعي جالي الشريط وانا قاعد في التاكسي اللي اتقال كله. الكلام ده مش مراقبة، او الكلام ده مش تدخل، لا الكلام ده ضبط نظام ونظام. وبعدين هو عارف انا ما براقبوش وهو مش عارف، هو عارف ان الكاميرا دي بتنقل عنه كل شيء، انا مش حاجه سريه تمام. وبعدين برضو متابعه، بتابع التاكسيات، وامن، وانا يهمني الامن هنا في المقام الاول، امن السائح اللي راكب جوه التاكسي تمام. يبقى دي كده ايه رابع حاجه. خامس حاجه، ال السائح ممكن يدفع بالفيزا، بيديله جهاز موجود بيدفع بيه في الفيزا. طب لما يدفع وبعدين، طب ما يدفع كاش، انا الكلام اللي بيدفعه في الجهاز بيسمع عندي، بعرف الراجل ده دفع كام وما تضحكش عليه، وياخده من خليج نعم من المطار يوديه خليج نعم يقول له هات 100 دولار هي لو قلنا 100 جنيه يقول له لا أنا عشان هو سايح بقى، يقول له هات 100 دولار، لا ما ينفعش، ما فيش الكلام ده خالص عندنا. هيدفع طبقا زيه زي المصري،
هيدفع بفية معينة والمصري بيدفع بفية معينة. مش هيضحك عليه كل ده تأمين للسائح، يبقى هيدفع بوسيلة موثقة مؤمنة، كاميرا بتركبها عشان أمان، نقول تأمين، لبس زي هذه خمس حاجات. مفيش سواق تاكسي مش هيبقى ده قصة التاكسي. الحقيقة دي التجربة يعني الحقيقة ملهمة، لأنه إحنا يعني نتمنى أنها تتصدر لكل المدن المدنة الجميلة في مصر، لكن رد فعل الناس سواء بقى سواقين التاكسي أو العمال، وإحنا شفناهم مع حضرتك في الشارع، نشعر وكأنه هم جزء من هذا العمل. هم جزء مننا وجزء مننا. أنا بقى لي 5 أشهر عايش معهم. قلت لك أنا قبل كده شهر 7 أو 8 شرم الشيخ بتبقى حر في الشارع كمان، وتحت بتعدي 40، وبعدين الناس بتشتغل بكل قوة، بيشتغل بكل قوة بسفلته، بيشتغلوا في درجة حرارة عالية جدا، بينقلوا مواسير، مواسير بتتكسر، مياه بيغيروها، كابلات بيغيروها، عواميد نور بيركبوها، كل دوت في وقت حر جدا. انا بقى بتعاون معاهم ونازل معاهم، اعمل ايه؟ اوزع عليهم ميه، بجيب ميه بطريقتي الخاصه. كانت المحافظه بتساعد بكراتين مياه معدنيه بتنزل باتنين ثلاثه عربيات نص نقل، بتنزل يتوزع عليه وهو واقف وهو شغال، لان جو حر جدا. بجيب من رجال اعمال برضو كانوا بيبعتوا كراتين ميه ليهم، الشعب هنا كان بيديهم ميه. عايز اقول كانت موضوع الميه ده كان مهم جدا، وكنا بننزل عشان خاطر بيشتغلوا بدرجات حراره عاليه جدا سعيد. فاصبح في الفه وفي حب بيننا وبينهم، واحنا حاسين بيهم. الانسان لو انت حاسس بيه هيحبك، لو مش حاسس بيه انت فادي وهو فادي. عشان كده احنا كل اللي عاملين في علاقه بيننا وبينهم، والهيئه الهندسيه طبعا العلاقه الاكبر بيننا وبين القاده بتوعها علاقه، لان هم باستمرار عندنا وعلى طول عندنا في المدينه. ففي الحقيقه العلاقه ممتازه، هو اللي بينجح اي عمل، العلاقة الممتازة اللي بين القائد والمرؤوسين. أعتقد أنه شرم الشيخ هي المستفيد الأكبر من استقبال حدث زي ده يا فندم، فيما يخص ملف السياحة وما بعد حتى المقابل كمان. طبعا طبعا دي بنية أساسية. أنت عارف أنا عامل قد إيه كيلو مترات الهيئة الأنسية رصفة قد إيه بين 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 شارع بحارتين بقى 5، حارتين رايح حارتين جاي بقى 5 رايح وخمسة جاي، طرق جديدة اتفتحت اتشقت في بطن المنطقة الخلفية اللي هي تعتبر صحراء في شرم الشيخ، الطرق اللي جاي من طريق الدائري من حارتين بقى 5 حارة يمين و5 حارة شمال، احنا حوالي معدين 230 كيلو متر طولي في الخمس أشهر، 4 كباري، 5-6 يترن. انت بتتكلم في حجم عمل ده اعجاز، لازم الكلام ده يعني ينزل في يعني يتعرف ان احنا في 5 أشهر اتعمل ايه في المدينه، اتعمل ايه، وطبعا بمساعده الكل مش مجهود المحافظه بس، لا الهيئه الهندسيه ووزاره الكهرباء كان لها دور كبير، وزاره النقل الاوتوبيسات ومحطات الشحن اللي عملتها، البترول انا عندي 13 محطه وقود، 10 منهم دلوقتي فيهم بنزين طبعا ده العادي الموجود، زودنا عليه بقى كهرباء وغاز، يعني ممكن اي تاكس يخش يشحن غاز في محطه البنزين. طيب اللي عربيته كهرباء هيخش يلاقي شاحن كهرباء هيشحن عربيته ويطلع، تمام، في 10 محطات من ال13 اللي موجودين في شرم. ده حجم عمل كبير، وزاره البترول ادتنا منحه 5 مليون غيرنا التاكسيات وعملت لنا بعض المحطات حولتها الغاز وبنزين. وزارة البترول عشان عايز اقول لك كل الوزارات صراحة كان لهم يد كبيرة قوي، التنمية المحلية لها يد كبيرة، الاتصالات طبعا موصلة النت فائق السرعة حتى الان لميت فندق. ايه النت فائق السرعة ده؟ طبعا انا يعني عندي 30,000 مدعو، 30,000 واحد جاي، لو كل واحد عايز يتكلم هيبقى في مشكلة، الاعطال تكتر، الشبكة مشغولة باستمرار. عملنا وصلت النت فائق السرعه حتى الان لحوالي 100 فندق. الفندق بقى بياخد يخش بقى عنده هو في الريسبشن وفي الغرف، هو بقى يبتدي
يشتغل في هذا الموضوع. ادي وزاره الاتصالات ابراج كتيره اتعملت، الكاميرات اللي بتتركب في الشوارع وزاره الاتصالات برضو بتساعد فيها، الشركه العالميه للبصرات شغاله، شركات كتيره قوي شغاله معايا، بنعمل حديقه مركزيه على 30 فدان يتوسطهم مجلس مدينه جديد. اللي انت قاعد فيه ده مجلس المدينه القديم اللي احنا هنتحرك الشهر الجاي، هنتحرك وهنبقى موجودين بنشتغل اثناء المناخ من مدينه، مجلس مدينه جديد ذكي رقمي. شفت بقى الفرق؟ بنتحول، احنا بتحول المدينه الى مدينه صديقه للبيئه، ذكيه رقميه مؤمنه. يعني ايه؟ يعني فيها كاميرات بتراقب جميع التحركات في المدينه، كاميرات على الطريق السلام، كاميرات على الطريق الاوسط، كاميرات على الطريق الدائري، وكاميرات بانوراميه يعني بتشوف بكفاءه في جميع الاتجاهات، بتبعت على مركز الرصد الامني. مركز الرصد الامني قاعد عليه قيادات من الشرطه بيحللوا بيشوفوا لو في اي مشاكل بيتدخلوا. سور امني طبعا معمول من سنه ونص، 26 كيلو معمول من اول مدخل شرم لغايه نبقى. الحقيقه يا فندم حجم انجاز وحجم مشروعات ضخم، ويعني يحتاج سنوات عشان تستوعبه. تم تنفيذه في 5 أشهر. احنا في الحقيقه التامين والذكاء والتحول لكل حاجه. عندك الذكاء، طب الذكاء في ايه بقى؟ عندك البايك شير، عندك المنصات موجوده، موجود عليها العجل بكارت المغنط، لما بتشتري الكروت دي بتفتح العجله تاخدها تتحرك معاك، تخلص تسيبها الشركه بتروح تجيبها. كم منصه؟ في حوالي 15 منصه. الاتوبيسات اللي جايبه من وزاره النقل ليها خط سير وليها محطات هتقف فيها. انت لو عديت وصورت المحطات الموجوده هتلاقي في محطات كده فيها واي فاي وفيها تلفزيون وفيها مكان الركاب يقعدوا فيه. الكلام ده مش في اي حته في العالم يعني على مستوانا احنا غير في شرم الشيخ. موجود بره طبعا، موجود في فرنسا وفي الدول دي، انما احنا دلوقتي مش اقل من اي دوله في العالم. طبعا الموقف ذكي، تخش الشادوف بتفتح بتخش بتركن عربيتك بتاخد زي المطار كده بتاخد ورقه، وطبعا العنصر وانت خارج بتحاسب. العنصر البشري اتدرب مع كل بنتدرب طبعا. كل الكلام اللي انا بقوله لك ده في ناس، في كوادر عندي دلوقتي بتدرب عليه. الفنادق طبعا حطينا فيها زودت بطاقه شمسيه، الشوارع كلها دلوقتي معظمها شغال بالطاقه الشمسيه. دي بقى في الحقيقه اول مدينه صديقه للبيئه، مش عايز اقول يعني انا في الحقيقه يمكن في الشرق الاوسط، مش هتكلم بقى على مستوى العالم، ان احنا هنبقى في يعني في مصاف الدول العالميه. شرم الشيخ هتتحول اول الشهر ان شاء الله، هنعلن هذا ان شرم الشيخ اصبحت هتصبح او اصبحت مدينه صديقه للبيئه، خضراء، ذكيه، مؤمنه. الكلام ده كله بنسعى وجاهدين ان احنا هنخلص ان شاء الله على 30/10، موعودين بزياره للسيد رئيس الوزراء في اخر الشهر، ثم بعد كده بقى ننتظر المؤتمر وصول الوفود بقى ان شاء الله. مستعدين يا فندم؟ مستعدين. احنا بنشكرك يا سياده اللواء، الحقيقه ده جهد كبير جدا وجهد مشكور طبعا بكل اجهزه الدوله اللي مشاركه واللي بتبذل هذا الجهد الكبير، لكن كمان شرم الشيخ طول الوقت بتبهرنا وطول الوقت بتبقى قادره على انها تكون قد الاحداث الكبيره. بالظبط، ايوه ده حدث غير طبيعي، حدث عالمي يمكن ما مرناش بيه، مفيش اي مدينه مرت بيه في مصر. فده حدث غير طبيعي يعني منتدى الشباب، مؤتمر اقتصادي، ده انما ده حاجه عالميه، 120 في اي بي شخصيه عالميه، 30,000 مدعو، يعني حاجه يعني بتشكل علينا مسؤوليه ضخمه. وبعدين احنا محل ثقه الدوله ان الدوله تعمل عندنا هذا المؤتمر، فعشان كده احنا لازم وتعبنا وبنتعب وهنتعب عشان المنظر يطلع بالصوره اللائقه اللي سياده الرئيس حاطط ثقته فينا بسببها.
سياده اللواء احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، واسفين ان احنا خدناك من جولاتك ومن يعني مرورك على العمال والفنيين والمهندسين اللي في الشوارع اللي في كل حته في شرم الشيخ. اهلا وسهلا بيكم، سعيد بيكم. ونشكر حضراتكم متابعينا في تلفزيون اليوم السابع، وده جزء الكلام، لكن الصوره والمشاهد برضو هننقلها لكم من كل حته في شرم الشيخ، كل الكلام اللي سياده اللواء خالد فوده اتكلم عنه وكل المشروعات الضخمة اللي يمكن احنا بنتحدث عن مدينة عالمية موجودة على أرض مصر وهي مدينة شرم الشيخ. فتابعونا على تلفزيون اليوم السابع في تغطية مستمرة، وإلى اللقاء.